احنا كنشكر اللاعبين، كنا لعبنا مباراة جميلة، كنا أفضل في عدة يعني مناسبات وعدة أوقات من المباراة. على العموم أنا راضي على الأداء ديال اللاعبين، لأنه قدموا ديك المباراة اللي بغيت قدموها. النتيجة ما كانتش، حنا غير محظوظين، ما محظوظينش مع المغرب الفاسي، ضيعنا ضربة جزاء في الدقة 91 آخر، دابا جات ضربة جزاء لأن كلشي جبنا ضربة جزاء، كنا نقدروا نسجلوا الهدف الثاني والثالث، لأن فريق الرجاء البيضاء غير يخرج مع هو ناقص العدد وكنا نستغلوا. العكس، حنا ضيعنا ضربة جزاء، ورا ضربة جزاء تعاقبتنا الكرة وتسجلنا هدف، والفريق الرجاء البيضاء يحافظ عليه. حنا جاونا فرص كثيرة ما سجلناش، جاتنا ضربة جزاء أخرى، يمكن الحكم ما يمكنش يقدر يعطيك ضربة جزاء في مباراة واحدة، ولكن الحمد لله انا راضي على الاداء، لان قدرنا مباراه جميله، والكره الجميله اللي بغينا نقدمنا راه قدمناها في هذا الموقع. قلت لك استحواذ ومو الفرص، راه خلقنا فرص، قدمنا مباراه جميله، ولكن غير محظوظين مع الفرق الكبرى، لا مع الوداد اللي وقع علينا مع الوداد، دابا مع الرجاء، حنا غير محظوظين. تتبقى التجربه، نقول ان التجربه يعني بعض الاحيان حتى الكره كتحن على ذوك الفرق الكبرى، رغم كتسيطر وكتجيك ضربات جزاء وكتضيع. عاوننا حنا خصنا نستغلوا، ما استغليناش، على الرجاء علاش استغلوا الطرد في مباراه الذهاب، وحنا ما استغليناش مباراه الاياب، يعني كنا يعني اللاعبين ادوا عليهم، يعني قلت لك الكل لو كان شجنا جاونا فرص وشدنا ديك ضربه الجزاء كنا نقدروا نكونوا خارجين يعني منتصرين بهدفين وثلاث اهداف، لان فريق غادي يخرج هو ناقص العدد وغيعطينا مساحات وداك اللي غنقدروا نسجلوا اهداف اخرى. وشوف دابا ماركي ومبكري يلاه دربوا فريق يوم واحد، يعني ما يمكنش غيحطوا البصمه ديالهم. انا كنقول ان اللاعبين ديال الرجاء عندهم تجربه، هما اللي يعني عرفوا كيفاش يجيروا المباراه. حنا ما نقص التجربه، لو كانت عندنا التجربه كنخرجوا فائزين في هذه المباراه، حنا كان عندنا قله التجربه.